لنقاش ملف الأزمة السياسية في تونس ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الكاتب والباحث السياسي التونسي الأستاذ كمال العيفي. أستاذ كمال، بداية مرحبا بك. ما هي دوافع الرئيس سعيد في إقالة 57 قاضيا دفعة واحدة برأيك؟ مرحبا بك وبجميع المشاهدين. هو في الحقيقة الدافع هو الاستحواذ على القضاء بعد ما ألغى المجلس الأعلى للقضاء وقام بمجلس أعلى مؤقت للقضاء معين من قبله وليس منتخبا. مجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية منتخبة من قبل مجلس نواب الشعب، هو ألغاه وجاء بهيئة مؤقتة عينها هو بكل أعضائها. هذه المسألة الأولى. كان يتصور أن القضاة سيخافون وسيخضعون إلى قراراته، خاصة وأنه دائما يلمح للقضاة ويطلب من وزيرة العدل أنها تضغط على القضاة من أجل القيام بقضايا سياسية ضد معارضين، الشيء الذي رفضه القضاة وتمنعوا، وكانت صلابة كبيرة جدا من قبل القضاة حتى لا يخضع الجهاز القضائي لرئيس قيس سعيد للديكتاتورية التي بدأ بها. وهذا هو الدافع الحقيقي والرئيسي والوحيد الذي دفع قيس سعيد إلى إقالة هؤلاء القضاة ليرهب من خلفهم كما نرى ذلك. البعض يرى أن هذه الإقالة الجماعية لعشرات القضاة هو استهداف واضح للمؤسسة القضائية وعدم احترام للمؤسسة القضائية. هل هذا الأمر هل هو صحيح من وجهة نظرك؟ هو المؤسسة القضائية لم يحترمها من البداية عندما أقال ألغى المجلس الأعلى للقضاء وعين مجلس قضاة معين من قبله. هو إضافة لأنه لم يحترم القضاء عندما تكلم في التلفزيون وعلى المباشر مطالبا وزيرة العدل بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي. هذا كذلك تجني على القضاء وتجني على كل شيء فيما يخص الجهاز القضائي. ولم يحترم القضاء كذلك عندما دعا القضاء العسكري إلى التعهد بقضايا فيها مدنيين وفيها نواب بما للشعب التونسي. هذا كله عدم احترام القضاء من أول يوم. كان يريد الاستحواذ على القضاء ولكن القضاء رفض والنيابة العامة رفضت ولا يزال القضاء يرفضون. واليوم نقابة القضاة الإداريين أصدرت بيانا ترفض فيه جميع ما قاله مرسوم قيس سعيد تجاه القضاء، وتدعو القضاة إلى التماسك والدفاع على المؤسسة القضائية، وفي البند الأخير تدعو إلى اتخاذ جميع الأشكال النضالية ضد هذا المرسوم وضد هذه القرارات. برأيك ما الذي يخشاه الرئيس سعيد وهو الممسك بجميع مقاليد السلطة في تونس؟ ما يخشاه كل ديكتاتور، وهو أنه الشعب هو المؤسسات تقوم ضده. يعلم جيدا أن شعبيته احترأت، حتى الذين كانوا يتحولون حوله انفضوا من حوله. يخشى أن تدور الدائرة عليه بعد أن تخلت عنه كثير من الدول. نعلم جيدا أنه كان يعتمد كثيرا على الجزائر، والأسبوع الماضي الرئيس الجزائري والرئيس الإيطالي على لسان الرئيس الجزائري قالوا نحن سنساعد تونس للعودة إلى الديمقراطية وإلى الحرية، وهذه مسألة مهمة جدا. كذلك وقفت جميع الدول الأوروبية أخيرا ضده في القرار نادي البندقية الذي ذكر قانونيا الأوروبيين بأن كل ما اتخذه قيس سعيد من إجراءات منذ 25 يوليو 2021 وحتى الآن هي قرارات لاغية ولا تستند لا إلى قانون ولا إلى دستور، مما اضطر رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراء غريب جدا وهو طرد أعضاء هذه اللجنة، رغم أنه استقبلهم الوزراء واستقبلهم المستشارون للرئيس قيس سعيد وكان مرحب بهم. ولكن عندما رأى أن التقرير يمشي على غير سفينته ويرسو في غير مينائه قام ضدهم وطردهم، وهي كانت عملية صلفة وعملية غريبة جدا. نعم. تجاه مجلس هو رحب به وهو الذي دعاه إلى تونس.
من باريس الكاتب والباحث السياسي التونسي السيد كمال العيفي، شكرا جزيلا لك.